زين رب العالمين. الله. بس في موضوع ابو يا خالد اذا معنا وقت تكلمت فيه. والله انا لازم اطلع فاصل لكن دقيقه بس ايش رايك رجاله دقيقتين عبد الوهاب عشان علي بن مدد بس هذا والله اني باسل والله يحق له يا اخي لا انا بخير الرجال عنده شو لازم يخليها لك لا لا والله ما انا بلمك والله العظيم محمد انا ما قلت شيء يمك انت عارف محمد شوي لا لا تحط محمد طيب علي لبيك في دقيقه واحده عشان لازم اطلع فاصل اسلم طيب بس عبد الوهاب جاي الدنيا يفتحك اضحك عادي طيب بعد الله يرضى الشيء الثاني لا في موضوع والله انه مهم جدا 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 في ناس يقول يا اخي والله احيانا ممكن مر علينا والله ما هو بفالها في ذا الدنيا الا اللي سايقها ولا اللي طال عمرك كذا وكذا وكذا وزينت له الدنيا ومستانس لكن هذه وش عقبت هذه في الاخره هو مستانس في الدنيا رعي دخان رعي خراب رعي يعني قال ما شاء الله هذا صايرت لها الامور دي كلها وفعلها مستانس وحن هذا حن عبدين الله هذا حن نمشي سيده هذا حن ما عندنا يمين يسار ولا في ديناشي وذا اللي مسوي الدنيا وخربان ورايح فيها هذا مستفيد طيب هذا خلينا نقول انه مستفيد الدنيا الاخره وين بيروح منها وين بيروح من الاخره ما هو رايح ديره مهما استفدت من الدنيا الاستفاده الحقيقيه اللي يستفيد منها الشخص هي الاخره صحيح وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون احنا ما مخلوقين طال عمرك على كسب الدراهم ما مخلوقين على الظهور الاعلامي في الشاشه ما احنا مخلوقين على الامور دي امور الدنيا احنا مخلوقين للهدف الهدف هو شو عباده الله سبحانه وتعالى احنا مخلوقين الهدف عباده الله سبحانه وتعالى ان فلحنا فيها ففلحنا في اخرتنا ما فلحنا فيها وإنا من عذاب يوم القيامه فالله يجينا وإياكم من عذاب يوم القيامة آمين الله يبارك وجهك وسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويرزقنا فنصيحة لكم والمتابعين من خلف الشاشات يعني نكثر الاستغفار والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله ترى القرب من الله جميل جدا والله مهما يعني الأشياء اللي في خاطرك ما تحققت لك على طول إلا أن الله مخرها في خير تلك فلا تيأس ولا تغنط من رحمة الله فإن الله أكرم الأكرمين والله يوفقنا وإياكم واستمروا في الطاعة وعمل الطاعة وتصدقوا وبادروا فلا تدرون ما تدرون متى الله كاتب لك الحاجة اللي في خاطرك ما تتحقق وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم الله يعني طالح لا بيض الله وجهك حبيبي. الله يبيض وجهك وجزاك الله خير طيب إحنا بنطلع فاصل عشان نبدأ نتف بعض ما هي مشكلة بس عطونا ما